هنبدأ من صفحة 18 من الكتاب، لأن في الأول مقدمة طويلة، ممكن أي واحد يبقى يقرأ المقدمة بينه وبين نفسه. هنبدأ من صفحة 18 من الكتاب إن شاء الله، في تقريبا تلت الصفحة، قوله في الفقه، لأنه هو بيقول أن أعمل مختصرا وهو ما قل لفظه وكثر معناه، ده المختصر في الفقه. هنبتدي نتكلم يعني ايه الفقه. معايا؟ وصلت؟ اللي معاه الكتاب يتابع معاه. قوله في الفقه اي كائنا في الفقه، لان تملي الجر والمجرور يبقى ايه؟ متعلق بمحذوف. القاعدة كده، متعلق بمحذوف، يعني ان اعمل مختصرا في الفقه، يعني أن أعمل مختصرا يكون في الفقه، فإن إيه متعلق بالمحذوف بتقدير كائن، عشان كده في الشرح قال لك كائنا في الفقه. فالجر والمجرور متعلق بمحذوف، المحذوف ده هو ده صفة المختصر، لأن إحنا كنا في الإعراب نقول إن الجر والمجرور ده شبه الجملة بعد المعارف صفات وبعد النكرات أحوال. مش القاعدة كده ولا العكس؟ بعد المعارف أحوال وبعد النكرة الصفات. مختصر ده نكرة، والنكرة اللي يجي بعدها يبقى صفة. فالمختصر صفته إيه؟ في الفقه. إحنا كنا نقول إن في الفقه شبه الجملة دي في محل صفة، مش كده؟ كان زمان يعلمونا كده اختصارا الحقيقة، لكن الواقع إن الصفة هي تعلق الجر والمجرور بشيء محذوف تقديره كائن. خدت بالك ازاي؟ ده التفصيل الاعرابي، عشان كده بيقول ايه؟ في الفقه اي كائنا في الفقه، فالجر والمجرور متعلق بمحذوف صفه لمختصر. او الظرفيه من ظرفيه الدال في المدلول، اللي هي الظرفيه لان في دي ظرف، او هي الظرفيه نفسها اللي هي ايه؟ اللي هي الدال في المدلول. يعني ايه الدال والمدلول؟ الدال اللي هو الدليل، والمدلول الذي دل عليه. فما نقول ان العالم دليل على الخالق، فيبقى العالم دال والمدلول هو الخالق. خدت بالك ازاي؟ دي معنى الدال والمدلول. لان المختصر اسم للالفاظ والفقه اسم للمعاني، لا يرد عليه أن الألفاظ قوالب للمعاني، لأن الفقه معنى والمختصر ألفاظ. الفقه معنى فهم، فهمت إزاي؟ الفقه نفسه معنى والمختصر ده ألفاظ، خدت بالك؟ فهو بيقول إن ده المختصر اسم للألفاظ، أما الفقه فاسم للمعاني. لا يرد عليه أن الألفاظ قوالب للمعاني كما هو المشهور، لأنه باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني نظرا للسامع، فلا ينافي ظرفية الألفاظ في المعاني، لأن المعاني الألفاظ تعتبر ظرف في مظروف المعنى. يعني أنت بتبعت الخطاب بتاعك ألفاظ، الألفاظ دي اللي بيقراها يفهم منها معنى، خدت بالك ازاي؟ فالظرف نفسه ده يعتبر هو الظرفية دي، هي دي اللفظ في مدلول المعنى. ما تزهقش، أنا عايزك تتعلم تقرأ في الكتب. يعني أنا هذا أنا ممكن كنت ما أقراش ده كله وأقعد أنا أحكي لك كده زي اللي بيحكي، لا، إحنا هدفنا إن نرجع. ده أنت عندك اسمه إيه؟ على إيه؟ الغزل، نسبة الغزل. انت جايب البيجوري؟ البيجوري نفسه ولا ابن قاسم لوحده؟ طب اقرا اللي في القلب بقى، احنا في القلب. اقرا في صفحه 18، هاتهولي وانا اطلعه. يمكن دي طبعه ثانيه غير الطبعه، احنا معانا طبعه الحلبة دي دار الفكر. طيب هيبقى ليها ترتيب مختلف، ما ادريش. هو انا كان رايي انك انت كنت تجيب طبعه الحلبي عشان دي فيها اخطاء كتيره شويه. هتقوله في الفقه، يعني احنا من اول في الفقه.
معلش ما ادري، بس طلع له السطر اللي احنا بنشتغل فيه. فلا ينافي ظرفية الألفاظ في المعاني باعتبار التعقل نظرا للمتكلم، فإنه يتعقل المعنى. يعني أنت بتسمع اللفظ، هدفك مش اللفظ، المعنى. عشان كده ممكن واحد يقول ده الشيخ كان بيقول كذا، ما يقولش نفس لفظ الشيخ، يقول اللي فهمه من كلام الشيخ، فمش حقيقي. فيقول ايه ده، احنا كنا النهارده في الجامع والشيخ قال كذا. صحيح هو بيقول الفاظ، لكن هو بيقول الالفاظ اللي فهمها من الفاظ الشيخ، مش نفس الفاظ الشيخ. خدت بالك ازاي؟ باعتبار التعقل نظرا للمتكلم، فانه يتعقل المعنى اولا ثم ياتي باللفظ على طبقته كما على طبقه، كما ان الشخص يحصل الظرف اولا ثم ياتي بالمظروف على طبقه. فان قيل لما قال في الفقه، مع انه يغني عنه قوله على مذهب الامام الشافعي، اجيب بجوابين. الاول بتسليم انه يغني عنه، لكنه قال ذلك ليمدح مختصره من وجهين، عموم كونه في الفقه وخصوص كونه على مذهب الامام الشافعي. والثاني بمنع انه يغني عنه، لان مذهب الشافعي قد يكون في غير الفقه، فانه كان مجتهدا في اللغه وفي الاصول ايضا. فهو قال في الفقه، ما قالش على مذهب الشافعي، لان لو قال مذهب الشافعي يحتمل مذهبه في اللغه، ولا مذهبه في الاصول، ولا مذهبه في الفقه اي فهم الدين، فتبقى تحتمل. فهو حب يقول في الفقه عشان يقيد ان هو مذهب الامام الشافعي في الفقه، لان الامام الشافعي كان متخصص في امور اخرى، كان حجة في اللغة، وكان حجة في الاصول، وله كتاب الامة في الاصول، غير كتب الوضاعة في الفقه اللي هي الرسالة ومختصر الموزني والبويتي وغير ذلك. قوله في الفقه هو لغة الفهم، الشارح بيقول الفقه لغة الفهم، هو أي الفقه، وهو مبتدأ خبره قوله الفهم، هو الفهم، الفقه هو الفهم. فهمت ازاي؟ هو لغة الفهم، ولغة دي بتبقى ايه؟ منصوبة كده على المصدرية، لكن هو الفهم، يبقى هو مبتدأ والفهم خبر. وقوله لغة منصوب على نزع الخافض، أي في لغة العرب، يسموه ساعات منصوب على نزع الخافض وساعات على المصدرية، في لغة العرب. واللغة في اللغة اللهج في الكلام، أي الإسراع فيه. وفي الاصطلاح هي الألفاظ التي وضعتها العرب لمعان، وهي الكلمات اللغوية. يبقى اللغة هي الألفاظ اللي وضعتها العرب بإزاء المعنى، فصار كل لفظ له معنى إزاء. لازم نحافظ على المعاني اللي بإزاء الألفاظ. ليه؟ لأن لو لعبنا في المعاني اللي هي بإزاء الألفاظ، هيترتب عليه بعد كده يجي جيل ما يفهمش خطاب الله. وعشان كده في ناس دعاة التجديد في اللغة العربية عايزين يغيروا المعاني اللي بإزاء الألفاظ المعتادة، ويطلعوا لك فهم جديد. ليه علماء الدين بيقفوا ضدهم وبيعتبروهم ان هم فسقة وفجر؟ ضمنهم فجر، لان هذا التغيير هيؤدي الى صعوبة فهم خطاب الله اللي هو القرآن والسنة اللي هو بالعربي. فاحنا مثلا لما نيجي نختار لفظ، العرب اختارت لفظ قذر على كل مستقبح، اي شيء مستقبح خلقا يعني معنى او حسا يقولوا عليه قذر. حتى لو واحد عمل موقف ده شيء معنوي يقول عليه ده موقف قذر، ولو لبس ثوب في متسخ يقولوا عليه ثوب قذر، يعني يقولوا قذر في المعنى وفي الحس. العرب استعملت اللفظ قذر على هذا المعنى. يجوا الامريكان عايزين يغيروه، يقوم يعمل لك لبس حلو جديد يسموه ديرتي ويبيعوه في السوق. عشان كلمة ديرتي دي اللي هي ارتبطت في ذهن العربي الأصيل بالقذارة وإنه يقرف منها، تصير مستطابة عنده، فيقوم يروح أما يشتري الثوب ديرتي، يقوم الأول يعتاد اللفظ على إنه يقابل الوجاهة،
بعد ما كان يقابل القذارة والوساخة بقى يقابل الوجاهة. فهمت ازاي؟ فخرج اللفظ عن المعنى اللي اتحط له. تقوم بعد 100 سنة تيجي تقابل المسلمين تقول لهم ان النجاسة هي كل مستقذر، ما يستوعبهاش. ليه مستقذر؟ ما احنا بنلبس القذارة. فهمت ازاي؟ ده احنا بناكل الهوت دوج يعني الكلب السخن، والكلب عند المسلم ليه معنى انه نجس، انه حاجة كده ينفر منها. خدت بالك ازاي؟ لا، هم عايزين يغيروا اللفظ ده ومعناه في نفسك الاول، يقوم يحافظ على اللفظ زي ما هو، عايز يغير مضمونه، يفرغه من مضمونه. كل ده تمهيد لانك انت بعد كده اما تيجي تقرا كلام الله ما تفهموش، اتغيرت المضامين خلاص، اتلعبت فيها. خدت بالك ازاي؟ فدي خطر، وعلشان كده لازم نرجع لاصول لغتنا تاني، لانه ما هو كلام الله عز وجل؟ قرانا عربيا غير ذي عوج. ربنا كتير في القران يقول قرانا عربيا غير ذي عربيا عربي، فلازم تفهمه بالعربي. يجوا هم عايزين يلعبوا لنا، يقوم يقول لك ايه في احداث 11 سبتمبر جرف هاري فانهار به، يقول لك ده الحي كان اسمه جرف هار، مش كده؟ او انت القران عربي وجرف هار لازم افهمها بالمعنى العربي، هو عايز يخليني افهمه بالمعنى اللي مش عربي عشان يخرجني من مضمونه، دي لعبه. ويوم يقول لك دي الايه دي موجوده رقم كذا في السوره كذا في تساوي التاريخ وتساوي، والناس تفرح بالانترنت بقى ويبعتوا ايميل والدنيا تتملي، وبعد شويه يطلع ان الحي ما اسموش كده، يبقى القران غلط. الله، دي لعبه، لعبه كبيره، تاخد بالك منها. علشان كده اللغه اللي عملها ربك، ما حدش وضع اللغه، واضع اللغه هو الله، وعلم ادم الاسماء كلها، وجعل كل اسم بإزاء معنى، تمهيدا انه لما ينزل كتبه على الناس يفهموا خطاب الله لهم. فلما ربنا علم الناس اللغات، علمهم اللغات علشان يضع الالفاظ إزاء معاني يريدها هو سبحانه وتعالى، فاذا خاطبهم بها يفهموها. فلو جينا غيرناها يبقى ده اخطر شيء. خدت بال حضرتك؟ علشان كده الواحد ياخد باله انه ما يغيرش اللفظ ردا على دعاة التجديد في اللغه. يقول لك عايزين نغير بقى المعاني دي قديمه قوي، احنا عايزين نجيب بقى نخلي اللفظ هو هو بس نجيب له معنى جديد شيك كده. ما ينفعش، ما ينفعش المسلمين يقولوا عليهم لا احنا بقى متجمدين في الحته دي، احنا ما عندناش مانع اننا نعبر بالفاظ جديده غير غريبه لكن عن نفس المعنى المراد. لكن انك تخلي لي اللفظ اللي استعمله الله سبحانه وتعالى في استعمال معين تفرغه من مضمونه علشان بعد كده اجي انا اقرا في القران ما افهمش مراد الله مني، تبقى انت عايز كده توديني لده. خدت بالك ازاي؟ فتاخد بالك من الحته دي. عشان كده بيقول لك هنا في اللغه ايه؟ واللغه في اللغه يعني اللغه كلفظ معناه في اللغه اللهج في الكلام، يعني الاسراع في الكلام، يعني اي حد بيبرطم كده تقول ده لغته كده. حتى لو ما فهمتوش قول اصل لغته كده. فاللغه هي مجرد ان ايه واحد قاعد يتكلم تقول دي اللغه. فاللغة هي اللهج بالكلام سواء كان مفهوما أو غير مفهوم، يبقى اللهج أي الإسراع فيه. وفي الاصطلاح هي الألفاظ التي وضعها العرب لمعان، يعني إذا معاني، وهي الكلمات اللغوية. أما قوله هو لغة الفهم، يعني معناه في اللغة الفقه، معناه في اللغة الفهم. فهمت إزاي؟ قيل مطلقا، يعني الفقه هو الفهم مطلقا، سواء حتى فهمت في اي موضوع مش شرط في الدين. في الطب فهمت الطب يقول عليه فقه الطب، فهمت الهندسه فقه الهندسه، فهمت الطبيخ فقه الطبيخ، اي حاجه في الدنيا فقه. يبقى الفهم مطلقا مش شرط يكون فهم امور الدين، ففي اللغه لمعنى مطلق وهو الفهم مطلقا، كما هو ظاهر عباره الشارح وقيل هو فهم ما دق. وفي ناس قيل، اما يقول لك قيل بقى العلماء يبقى دي صيغه تمريض تضعيف، يعني كان ده مذهب ضعيف في المعاني، يعني هي معناها الصحيح ان هي الفهم مطلقا ما دق او ما وضح.
لكن في ناس قال لك لا، لا يطلق الفقه الا على فهم ما دق، انما الامور اللي كل الناس فهمها كده ما تقالش عليها فقه، لان دي تعتبر سجية، تعتبر طبيعة، تعتبر بديهة. يعني كل الناس عارفة واحد زائد واحد يساوي اتنين، فاللي عارف واحد زائد واحد يساوي اتنين ما يقولش عليه فقيه. فهمت ازاي؟ انما اللي عارف مثلا ان واحد زائد واحد دي ما تساويش اتنين الا اذا اتحد الجنس والنوع، يبقى ده فقيه. لان حمار وبرتقانه ما يبقوش اتنين، مع ان دي واحد وده واحد. فهمت ازاي؟ يبقى المساله عايزه بقى فهم ما دق. ده راي، ولكن ده الراي ده ضعيف في اللغه بقى، لان اصلها في اللغه والفهم المطلق. خدت بالك ازاي؟ وقيل فهم ما دق فقط، يقال فقه كفهما وزنا ومعنى. فقه زي فهما بالكسر كده، يعني فاعل فقه يعني على وزن فاعل، زي فهما وزنا ومعنى. وبفتح القاف فقه زي سبق غيره في الفهم. يبقى ما اقول فقه غير ما اقول فقه. فقه يعني ايه؟ فهم بس. طب فقه بالفتح يعني سبق غيره في الفهم. اقول فلان فقه فلان في ايه؟ في الهندسه، يعني سبقه في الهندسه في الفهم. فهمت ازاي؟ او في المساله. وفقها بضمها، يبقى في فقها وفي فقها وفي فقها، كلها لغه. فقها فهم، فقها سبق غيره في الفهم، فقها صار الفقه فيه سجيه، يعني بقى من سجيته الفقه، يعني واد فهيم، يعني بقى فيها صيغه مبالغه، بقى واد فهيم، لدرجه ان في ناس يسموا نفسهم فهيم، احنا نقول المصريين فهيم، هي اصلا فهيم. زي ايه؟ زي يقول لك مثلا عبد الوهاب، يقول عبد الوهاب، يقوم ايه تسهيلا ما يرضاش يشددها في اللغه بتاعتنا العاميه. كذلك فهيم يقول فهيم، فهي الفهيم دي جايه من فقها، يعني صار فيه الفهم سجية طبيعه. وفقها بضمها اذا صار الفقه له سجية وطبيعه. ومعنى الفهم ايه هو؟ يعني اما اقول ان فلان فهم المساله، يعني ايه؟ ارتسام صورة الشيء في الذهن، يعني صارت متخيلة عنده. خلاص ارتسمت في ذهنه، يعني صارت متخيلة عنده، فيبقى خلاص يبقى فهم. طب واصطلاحا الفقه بقى ليه معنى؟ كل ده في اللغة، لكن انتقلت كلمة فقه دي من اللغة إلى اصطلاح عند علماء الشريعة، ضيقوها بقى، قالوا لا احنا مش قصدنا مطلق الفهم ولا فهم ما دق او مطلق الفهم، لا ده احنا قصدنا فهم امور معينه في الدين بطريقه معينه مخصوص عشان يبقى علم خاص قائم بذاته. فخدوها من اصلها اللغوي وحطوا لها معنى اصطلاحي ضيق معناها شويه، علشان لما يجي يقول ده راجل فقيه تفهم على طول ان هو فقيه في الدين، مش في اي حاجه في الدين كمان، يتقال عليه ده فقيه في امور الشريعه في الاحكام بس. خدت بالك ازاي؟ انما لو كان فاهم امور الاحسان يقولوا عليه صوفي، يقولوا عليه فلان صوفي. صوفي يعني فاهم ايه مراد الله من مقام الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. اصطلحوا على ذلك. اذا كان فاهم امور الايمان ومقتضياته يسموه اصولي، ما يتقالش عليه فقيه. يبقى ما يقول لك اصولي يبقى الراجل ده متكلم، يعني عالم في علم التوحيد. خدت بالك ازاي؟ اما يقول لك فقيه يبقى ده عالم في علم الشريعه، ينفع يبقى قاضي. اما يقول لك صوفي يبقى ده عالم في مقام الاحسان. اما يقول لك محدث يبقى ده عالم في علم الحديث، وهكذا. فهم عايزين ياخدوا كلمه فقه يدوها معنى اصطلاحي اخر ضيق، عشان اذا اطلقوه الناس تفهم هم يقصدوا ايه. واصطلاحا عطف على لغة، ما هو بيقول ايه في الفقه؟ هو لغة الفهم واصطلاحا العلم بالاحكام الشرعية العملية المستمد او المكتسب من ادلتها التفصيلية. ده تعريفه كده، تعريفه الاصطلاحي، العلم بالاحكام الشرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية.
ست الفاظ تحفظهم عن الفقه، لان كل كلمه ليها معنى. العلم لازم تفهمه، ايه هو العلم وايه هي الاحكام وليه قيدناها بالشرعيه وليه خليناها مكتسبه وليه جبناها من ادله تفصيليه مش اجماليه. كل ده العلماء عشان يوضعوا تعريف زي ده قعدوا 300 سنه يتناقشوا ويردوا في بعض ويردوا في بعض، يقول لك لا الكلمه دي مالهاش لازمه شيلها حط مكانها كذا، يجي واحد بعد 10 سنين يقول لهم لا ده الكلمه دي غلط ده حقنا نحط كذا، ويقعدوا يتخانقوا مع بعض لحد ما يوضعوا تعريف ما يخرش الميه بقى اتفقوا عليه. فده جهد سنين طويله ما تضيعوش، وما تعرفش توضع تعريف تاني جنبه زيه بالحلاوه دي. لو حطيت حاجه مقابله ليه تلاقيها ناقصه. هم عايزين يجيب لك التعريف يبقى جامع مانع باقل الفاظ. ده التعريف كده شروطه ان يكون جامعا مانعا، يعني جامعا لافراد المراد مانعا من دخول غيره باقل عدد من الالفاظ. خدت بال حضرتك؟ ده التعريف. فيقول لك الفقه واصطلاحا عطف على لغة فهو منصوب على نزع الخافض ايضا، يعني حق يقول وفي الاصطلاح، يعني حق يقول في اللغة، في اللغة وفي الاصطلاح. فلما نزع الخافض فقال لك لغة واصطلاح، فهمت ازاي؟ ادي معنى نزع الخافض. والخافض ده لغة الكوفيين، والبصريين يقولوا عليه ايه؟ اداة الجر، واخد بالك؟ لكن الخفض للغة الكوفيين، مذهبين في اللغة يعني. والاصطلاح في اللغة مطلق الاتفاق، وفي الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع أمر لأمر، متى أطلق انصرف إليه، وتارة يعبرون بقولهم اصطلاحا اصطلاحا، وتارة بقولهم شرعا، والفرق بينهم أن الأول يكون في الأمر المتفق عليه بين طائفة مخصوصة، وأن الثاني يكون في الأمر المتلقى من الشارع. كمعنى الصلاة، وهي أقوال وأفعال. الصلاة نفسها معناها في الاصطلاح الشرعي يعني شرعا، بس ساعات الصلاة يقول لك معناها الشرعي مش معناها اللغوي. اللغوي معناها الدعاء، لكن معناها الشرعي ما يقولكش معناها الاصطلاح، لأن صار الشرع جاء بمعنى جديد ليه وجعلها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. خدت بالك؟ فاللي عرفها الشرع فيبقى اسمها ايه؟ شرعا. لكن لو كان اللفظ عرفه العلماء، علماء طائفه معينه يسموه اصطلاح، فده الفرق بين حاجه يقول لك شرعا معناها الشرعي كذا اي عرفها الشرع، ومعناها الاصطلاح يعني عرفها علماء الاصطلاح علماء الطائفه نفسها. خدت بالك؟ وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. وقد يعبرون بقولهم شرعا فيما اصطلح عليه الفقهاء من حيث أنهم حملة الشرع، كما قال الشبرمليسي. الشبرمليسي في بلد اسمها شبرمليس، كان عالم من شبرمليس، سموه الشبرمليسي، من علماء الشافعية الكبار، وله مصنفات كتير. الإمام البيجوري زي ما البيجوري نسبة للباجور منوفي برضه بلده، وزي مثلا الاثناوي نسبه لبلده اثنى، والجلال المحلي برضه نسبه لمحله مراد في المحله، وهكذا. فكل واحد كانوا يقول الامام السيوطي نسبه لاسيوط، وهكذا. كل واحد كانوا ايه ينسبوه لبلده. وابن حجر العسقلاني نسبه لان اجداده كانوا من عسقلان، وابن قاسم الغزي صاحب الحاشيه من غزه نسبه لغزه، مش تقول عليه الغزي، الغزي نسبه لغزه. قوله العلم، ايه هو بقى العلم؟ كل الناس يقول لك انا عالم عالم. طب ايه هو العلم؟ العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. لو انت عارف حاجة معينة بطريقة جازمة ومعاك الدليل عليها تبقى عالم. واعلم انه لا اله الا الله، كويس؟ فإذا كنت تعلم أنه لا إله إلا الله تبقى اسمك عرفت أنه لا إله إلا الله. إذا دللت معاك الدليل تبقى عالم، معكش الدليل تبقى عارف مقلد. خدت بالك؟ ما هي لا إله إلا الله دي حقيقة جازمة مطابقة للواقع.
صح؟ معاك الدليل عالم، معاكش الدليل مقلد. خدت بال حضرتك؟ معاك الدليل تبقى عالم. فيبقى احنا في الفقه اصلا ما عندناش احنا العلم بالمعنى ده. لو هم كانوا حقوش يقولوا الفقه هو العلم، لان الفقه مبني على غلبة الظن اصلا، والا لو كان علم ما كانوش اختلفوا فيه على مذاهب. خدت بال حضرتك؟ ما لو كان علم يبقى خلاص هو الناس اختلفت على مذاهب في لا اله الا الله، كل الناس متفقه لا اله الا الله، ما اختلفوش فيها على مذاهب. يبقى العلم ده شيء مطابق للواقع وعندي دليل ما اقدرش يختلف فيه اتنين. فحقي اما اقول العلم، اما اعرف الفقه بالعلم يبقى عرفته بالمباين. فهمت ازاي؟ المباين ليه يعني المخالف له. وعشان كده العلماء قالوا العلم اذا قصد في الفقه، اذا ذكر في الفقه يقصد به مش العلم عند المناطق والمتكلمين، يقصد به غلبة الظن. يبقى العلم هنا في كتب الفقه كله غلبة الظن، يطلق عليه العلم. خدت بالك ازاي؟ لكن العلم في كتب العلوم علماء الاصول اللي هي علماء التوحيد يقصد به العلم بمعناه الحقيقي، كذلك عند المناطق، كذلك عند الفلاسفه. لما تقرا في كتب الفلاسفه او المناطق او علماء اصول الدين ويتكلم على العلم يقصد العلم هو المطابق للواقع عن دليل. طب افرض كان غير مطابق للواقع يبقى ضلال. يعني واحد يعرف يعتقد اعتقاد جازم بامر وهذا الاعتقاد الجازم غير مطابق للواقع، زي النصارى قالوا المسيح هو الله وبعضهم قالوا هو ابن الله، معتقد اعتقاد جازم هذا الايه المسيحي بهذه الكلمه، فهو معتقد اعتقاد جازم ففيها حته من العلم اهي، ولكن مخالف للواقع فما بقتش علم، بقى اسمه ضلال. وعشان كده ربنا سماهم الضالين في القران، لانهم اعتقدوا اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. فهمت ازاي؟ طيب اذا سبنا الاعتقاد الجازم وصار عندي طرفين في المساله، احتمال واحتمال. ما هو الاعتقاد ما فيهاش احتمالات الجازم. طب افرض بقى فقت احتمالات، نقوم نخش بقى ايه في اقل من العلم، نقول الظن والوهم. اما تقول اذا كانت المساله فيها طرف راجح وطرف مرجوح، يعني لما اسالك الشيخ جاي النهارده في مسجد حراء يدي فقه، انت تكون يعني شبه متاكد كده، تقول له ان شاء الله غالبا هيجي. كويس؟ غالبا هيجي. لكن ما عندكش اعتقاد جازم، لان ممكن يجي له ظرف ما يجيش. صح؟ يبقى اسمه ظن. يبقى الاعتقاد غلبة الظن، غلب اللي هو ايه؟ ادراك الطرف الراجح يسموه الظن. طيب وفي احتمال انه ما يجيش، يعني ده مرجوح يسموه الوهم. خدت بالك؟ يبقى عندنا العلم اللي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، يليه الظن اللي هو ادراك الطرف الراجح اللي هو ما يبقى فوق ال 50%، ولما يبقى اقل من 50% يسموه وهم اللي هو الطرف المقابل للراجح. طب افرض الاثنين بقوا قد بعض 50% 50، الشك. خدت بالك ازاي؟ افرض ما فيش حاجه خالص، يبقى الجهل ميح ما يعرفش، يقول لك ما اعرفش، يبقى جاهل. خدت بالك ازاي؟ يبقى عرفت العلم والظن والوهم والشك والجهل والضلال، ست حاجات لازم تعرفها عشان اما تيجي تدرس تبقى فاهم. الفقهاء معظم علمهم مبني على الظن وهو إدراك الطرف الراجح من حيث الأدلة التي ذهب إليها المجتهد وفهمها على القواعد التي قعدها لمذهبه وارتضاها له فهمه. خدت بالك؟ وعشان كده معظم الفقه مبني على غلبة الظن، على غلبة الظن، لدرجة أما تنسى مثلا في الصلاة، أنا في الثانية ولا الثالثة أعمل إيه؟ أشوف إيه؟ أبني على الأقل، ابني على الاقل على غلبة الظن بقى. فهمت ازاي؟ فكله على الظن، الفقه كله مبني على كده. فهنا بيقول ايه بقى؟ العلم
هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع عن دليل. ده تعريف العلم هو عند المناطقة والأصوليين، والمراد به هنا الظن مجازا. يبقى استعمل العلم بالمعنى المجازي مش بالمعنى الحقيقي، لأن المراد عند الفقهاء الظن، والظن هو إدراك الطرف الراجح. خدت بال حضرتك؟ عشان كده الإمام الشافعي لما كان يناظر الناس، يناظرهم يعني إيه؟ يعني يقعد يدلل على مذهبه المخالف لمذهب إيه؟ الخطأ. فكان يقول إيه؟ رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب. فيبقى هو كل المسألة بيدور حوالين الظن، مش حوالين العلم الجازم. خدت بالك؟ لأن لو كان علم جازم ما كانوش اختلف. حد اختلف ان سيدنا محمد رسول الله؟ ما حدش اختلف. اللي اختلف خرج من دائرة المسلمين بقى كافر. خدت بالك ازاي؟ لكن كل المسلمين اتفقوا ان سيدنا محمد رسول الله وانه لا اله الا الله. وحد اختلف ان القبلة هي الكعبة في الصلاة؟ محدش اختلف. يبقى دي علم جازم مطابق للواقع عن دليل. خدت بالك؟ غير كده يبقى ظن. والمراد بالظن التهيؤ لذلك بالملكة التي يقتدر بها على استنباط الأحكام، لا الظن بالفعل. يعني ان يبقى عنده الملكة اللي بيها يعرف يرجح، ياخد الطرف الراجح من أدلة كثيرة متعارضة. ما هو الفقيه بيلاقي قدامه في مسألة واحدة أدلة كثيرة تعارض بعضها البعض، لازم يكون عنده الملكة اللي بيها يقدر يرجح وياخد على غلبة ظنه أنا أمشي مع الرأي ده. خدت بالك إزاي؟ يبقى عنده الملكة دي التي يقتدر بها على استنباط الأحكام لا الظن بالفعل، فلا يرد أنه ثبت عن كل واحد من الأئمة أنه قال لا أدري. أصل قال لك لو هي المسألة الظن، هي الظن نفسه. طب ما في بعض الأئمة سألوهم في مسألة قالوا لا أدري، يبقى ده مش فقيه بقى لما قال لا أدري. قال لك لا، أصل هو لما قال لا أدري قال لا أدري لأنه لم يمعن النظر فيها، لكن لو أمعن النظر فيها هيجاوب. وعشان كده الإمام مالك كانت تعرض عليه 40 مسألة يرد على 8 وياخد الباقي يدرسهم ويرد عليهم بعد أسبوع يمعن النظر فيهم. يعني كان يقول لا أدري آه دلوقتي، لكن يروح بقى بيته يقعد إيه يفكر فيها اسبوع اتنين تلاتة لحد ما ربنا يهديه. يبقى هو عنده الملكة اللي بيها يقدر يدرك الطرف الراجح اذا استعملها. خدت بالك؟ قال لا ادري لكونه لم يقدح فكرته، ولو اعمل فكره لاجاب لوجود الملكة التي يستنبط بها الاحكام عنده، فهو مجاز مبني على مجاز. والكلام في ظن المجتهد مش في مطلق الظن، ده الطرف الراجح في ظن المجتهد. خدت بالك؟ لان قد ياتي مجتهد اخر يطلع الراي المخالف هو الراجح عنده. خدت بالك؟ وعشان كده احنا قايلين ان ده على مذهب الشافعي، اي على ما ترجح عند الشافعي. فهمت ازاي؟ لكن ما ترجحش عند غيره، عند غيره ممكن ترجح المخالف. بالاحكام، هو العلم بالاحكام قيد اول. اما بيقول لك العلم بس بدون ما يقيدها يدخل فيه كل العلوم بقى، علوم الطبيعة والكيمياء والحساب والرياضة، أي علم، علم اللغة وعلم الأدب وعلم الأجناس البشرية، أي علم بقى تخطر في بالك. لكن لا، هو عايز يقيده، يبقى مش أي علم، ده العلم بالأحكام. فقيده أول قيده، أول قيد بعد ما كان كلمة كبيرة عايز يقيدها شوية عشان ما يخشش معاه غيرها. فيبقى العلم مش أي علم، العلم بالأحكام. قيد أول خرج به العلم بالذوات والصفات كذات زيد وبياضه والأحكام جمع حكم. إيه هو الحكم بقى؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، ده الحكم. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين إما بالطلب أو الإباحة أو الوضع. بالطلب عشان يدخل فيه الوجوب لأنه فيه طلب، ويدخل فيه الندب المندوب لأنه طلب بس بلا جزم، ويدخل فيه التحريم لأنه طلب الكف، ويدخل فيه الكراهة لأنه طلب الكف بغير جزم. فإذا كلمة الطلب دي دخلت 4 أنواع من الأحكام. واخد بالك إزاي؟ اللي هي دخلت الوجوب والندب والتحريم والكراهة، ناقص ايه؟ الاباحه.
قال لك والإباحة، لأنه ما عرفش يدخلها في الطلب. قال لك على جهة الطلب أو الإباحة. وبعدين في أحكام تانية وضعها الشارع خارج عن الأحكام الخمس، فعايز يدخلها في التعريف. إن ربنا مثلا سبحانه وتعالى جعل في أسباب معينة، أسباب معينة اعتبرها الشارع لأحكامه، كالعقل جعله سببا للتكليف، اشترطه سببا للتكليف. فهمت ازاي؟ وبعض الأشياء جعلها شروطا، فاشترط دخول الوقت للصلاة. وبعض الأشياء جعلها موانع، فجعل الحيض مانعا من الصوم. فهمت ازاي؟ وجعل بعض الأشياء جعلها تدل على فساد الشيء. فهمت ازاي؟ وعلشان كده قال او الوضع، فدخل الوضع ايه؟ الانواع الاحكام الثانيه، اللي يعني يكون الشيء سببا او شرطا او مانعا او فاسدا او صحيحا. خدت بالك ازاي؟ يعني انت تقول يا فقيه ان الصلاه دي صحيحه ولا فاسده، فده حكم شرعي برضه. يبقى الصحه والفساد ده حكم شرعي، غير الوجوب وغير التحريم وغير. فهمت ازاي؟ انا بحكم على الصحه والفساد بناء على شروط معينه تتوفر في العمل. فهمت ازاي؟ يبقى لازم اعرف الاحكام. عشان كده يقول لك الاحكام، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين على جهه المكلفين. يبقى لو كان مش متعلق بافعال المكلفين ما بقاش حكم شرعي. خدت بالك؟ لازم يكون مكلفين. يعني لما يكلمنا في قصص بني اسرائيل، ده مش خطاب الله المتعلق بافعال المكلف، ده قصص. او ما بيكلمنا مثلا في اخبار الساعه والقيامه ووصف الجنه والنار، ده مش حكم شرعي، ده مش متعلق بافعال المكلفين. خدت بالك ازاي؟ يبقى لازم اعرف ان الحكم الشرعي هو الخطاب الذي جاء من الله متعلق بافعال المكلفين على جهه الطلب او الاباحة او الوضع، عشان تدخل الاحكام العشرة اللي هي الخمسة اللي قلناهم، والخمسة الثانيين ان يكون الشيء سببا او شرطا او مانعا او فاسدا او صحيح. يبقى كده بقوا عشرة، لان احنا قايلين خمسة في الاول. ولما كانت الاحكام الشرعية هي خطاب الله تعالى، وخطاب الله تعالى بالعربي، والعربي يحتمل فهم معان كثيرة، اختلفت فيه إلى مذاهب. فهمت ازاي؟ لأن لازم الناس تختلف في الفهم ده. لأنه إذا كان خطاب الله، الحكم الشرعي هو خطاب الله، وخطاب الله بالعربي، والعربي يحتمل معان كثيرة فيها الاشتراك والمجاز والحقيقة والكناية وغيره وغيره، تحتمل أشياء كثيرة. يبقى لازم يختلف الناس في فهمه، وعشان كده تلاقي ان الحكم الشرعي يختلف باختلاف فهم المجتهد. وعشان كده يجي لك مفتي في سنه من السنين يقول راي، وبعد كام سنه يجي لك مفتي تاني يقول لك في نفس المساله راي تاني. الناس يقولوا ايه هو الدين ده الناس بيلعبوا بيه؟ لا مش بيلعبوا بيه، هو الدين المتعلق بافعال المكلفين ده خطاب بالعربي، والخطاب اللي بالعربي يحتمل فهمه باكثر من طريقه. فلا بد يبقى في مزاج. خدت بالك؟ فما تتعجبش، يبقى ده راجل صالح برضه وده راجل صالح، على عيننا وعلى راسنا. فيفضلوا الناس طول عمرهم مختلفين في الفروع ومتفقين في الاصول، لان الفروع مبنيه على خطاب الله الذي هو بالعربي، والعربي لغه تحتمل الفهم باكثر من طريقه. وربنا اراد ان يبقى خطابه بالعربي الذي يحتمل اكثر من طريقه توسعه على الناس، وشحذا للهمم في الاجتهاد، واخد بالك، وحرصا من الناس على البحث عن مراد الله. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم خير ان يكون في امته الى يوم القيامه، او يختار الرفيق الاعلى، يعني خير في اجله يعيش معنا صلى الله عليه وسلم، ولا يموت زي سائر الناس في المعاد المعتاد بتاع الناس العادي. فاختار الرفيق الاعلى. هل اختيار النبي صلى الله عليه واله وسلم ما كانش لمصلحه امته؟ ده النبي حريص بالمؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انت بفهمك قد تظن ان كان وجوده معانا بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم هيكون افيد لامته،
من غيابه في قبره عنا وحجبه عنا. قد تظن بفهمك هذا، لأن فهمنا احنا قاصر مش زي فهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد من اختيار الرفيق الأعلى مصلحة أمتي. ليه بقى؟ لأن لو استمر النبي بين أظهرنا لاستمر الوحي، فالناس مش هتستوعب الوحي لأنه هيفضل متجدد، فما حدش هيعرف يستوعب الوحي متجدد، خلاص مش هيبقى محصور، هيبقى متجدد باستمرار. فيبقى تجدد الوحي يبقى عناء على الأمة، إن مستمر باستمرار على طول، الوحي مستمر على طول، ده عناء شديد على الأمة. تصور إن حكم الله في كل مسألة تجد، أنت لسه مش عارفه، مستني الوحي، مستني الوحي. طب إمتى بقى؟ هننهج، تفضل تنهج ورا الوحي، مش عارف تدركه، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الرفيق الأعلى حتى يكون الوحي محصور فتقبح الأذهان في فهمه. دي حاجة. الحاجة الثانية علشان الأمة تجتهد في فهم الوحي. لو كان النبي عايش ما هنعيش تنابلة بقى. ما هو النبي عايش كل ما نحتار، يا سيدي يا رسول الله أعمل إيه في المسألة الفلانية؟ هيقول لك على طول، وتعيش تنبل بقية الإيه؟ بقية العمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز أمته مجتهدة وأمته عالمة، عندهم علم وعندهم اجتهاد وعندهم حرص على الوصول إلى مراد الله. فيقوم يغيب نفسه هو شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم، يقوم الأمة تجتهد في فهم النصوص، ويوصيهم قبل كده، يقول بلغوا عني ولو آية، رب مبلغ أوعى من سامع وكده. ومن اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، عشان يشجع الناس تفهم وتجتهد وما تخافش. اجتهد وما تخافش، افهم وما تخافش، لو أخطأت ليك أجر ما تخافش. شوف قد إيه كل ده يعني فضل من الله، وتوسع على الأمة، وزيادة للفهم، وتيسيرا على الناس، وحصرا للشرع الشريف في أحكام محصورة يسهل فهمها وحصرها، ثم بعد ذلك بيانا لمعجزة الشرع الشريف أنه من أحكام محصورة يصح استنباط حكم الله في أحداث غير محصورة. شفت بقى إزاي المعجزة؟ إن إزاي يبقى أحكام محصورة تتعاد 500 آية في الأحكام، حوالي 1000 حديث في الأحكام الشرعية اللي هو كل مدار الفقه بيدور حواليه، يعني 1000 نص، 1500 نص، قول 2000 نص ثابتين يصلحوا، لأن الفقيه الذي يصل لدرجة الاجتهاد أنه يستنبط منها حكم الله فيما لا يحصر من أحداث ليوم القيامة. مش دي معجزة؟ وعشان كده الشيخ الزاهد الكوثري له من ضمن مقالاته بيقول ان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يفقهها كثير من الناس الفقه الذي تركه والشرع الذي تركه. شرع المسلمين ده في حد ذاته ده معجزة، انه يأتي بأحكام محصورة وقواعد محصورة يندرج تحتها ما لا يحصر من مواقف ليوم القيامة، ولكن عايزة بس نظر الفقيه يطلع من الحاجات المحصورة دي حكم الله فيما لا يحصر. خدت بال حضرتك؟ فيبقى هنا الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين إما بالطلب أو الإباحة والوضع. فقولنا إما بالطلب أو الإباحة إشارة إلى الأحكام التكليفية وهي خمسة: الإيجاب والتحريم والندب. الإيجاب هو الوجوب، ساعات يعبر عنه الفقهاء بكلمة الإيجاب، وساعات يتكلموا عنه بكلمة الوجوب، وفي فرق بين الوجوب والواجب. الوجوب هو الحكم نفسه، والواجب هو المحكوم عليه. فما أقول مثلا أقيموا الصلاة، فنقول الصلاة حكمها الوجوب وهي واجبة، والصلاة نفسها واجبة وحكمها الوجوب. فالوجوب صفة الحكم، والواجب صفة المحكوم عليه. خدت بال حضرتك؟ دي حتة دقيقة تاخد بالك منها، لأن ساعات يقول لك الوجوب والواجب، فالوجوب ده صفة الحكم نفسه. خدت بالك ازاي؟ إنما الواجب هو صفة المحكوم عليه.
تقول الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، أي الزنا حكمها في شرع الله التحريم، لكن الزنا نفسها حرام، يبقى في التحريم وحرام. التحريم هو وصف الحكم، والحرام هي وصف المحكوم عليه نفسه. الزنا خدت بالك احيانا يعبرون بالوجوب وبالايجاب في اللغه، تمشي واحده، يبقى الوجوب هو الايجاب لكن مش هو الواجب، خدت بالك؟ افهم علشان ايه الفقهاء دول زي الجواهرجيه كلامهم كده باقل من الجرام كمان. وهي خمسه: الايجاب والتحريم والندب والكراهه. تعلق الايجاب بالواجب، وتعلق الندب بالمندوب، وتعلق الكراهه بالمكروه، وتتعلق الحرمه بالحرام. خدت بالك ازاي؟ ولو خفيفه فتشمل الكراهه، ولو خفيفه فتشمل خلاف الاولى والاباحه اللي هي ايه، او الاباحه اللي هي استواء الطرفين، الفعل والترك يستوي الطرفين. وقولنا او الوضع اشاره الى الاحكام الوضعيه، وهي خمسه ايضا، وهي كلام الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا. فالجمله عشره، واذا ضربت الخمسه في الخمسه كانت الجمله 25 احتمال. ما هي خمسه وخمسه احتمالات، يعني الاحتمالات اللي هي قضيه البروبابيلتيز اللي بياخدوها في الاحتمالات بتوع الاحصاء، فتطلع 25 احتمال. لما تركب دي جنب دي وتركب دي جنب دي وتركب دي جنب دي، يبقى السبب قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، والمانع قد يكون واجبا وقد يكون وهكذا. كل واحده بقى تقوم اما يقعد يعد كل الاحتمالات دي يتلاقيها 25. والمراد بالاحكام هنا النسب التامه. كلمة حكم لوحدها هي ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، كلمة حكم كده. أنت في المسجد، أي أثبتت لك حكم إنك أنت موجود في المسجد، يعني أثبتت لك وجودك في المسجد. أنت لست موجودا في البيت، نفيت عنك وجودك في البيت، ده حكم بقى. فالحكم هو ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه مطلقا، يبقى دي كلمة الحكم. كثبوت الوجوب للنية فتصير النية واجب، فهمت ازاي؟ في الوضوء مثلا، في قولنا النية في الوضوء واجبة، وثبوت الندب للوتر، في قولنا الوتر مندوب، وهكذا. وألف الأحكام للاستغراق، أصل ألف في اللغة العربية اللي هي ألف لام التعريف، اللي هي إيه؟ من علامات الإسمية التعريف، بالجر والتعريف والندى وال ومسند للاسم تعريف حصر. يعني علامات الاسم ايه؟ اصل اللغه اللي بيكلمنا بها ربنا هي عباره عن اسم وفعل وحرف بس. اللغه بتاعتنا كلها هي ثلاث انواع بس، يا اسم يا فعل يا حرف. الاسم هو كلمه دلت على المعنى في ذاتها غير مقترنه بزمان، والفعل ده كلمه دلت على معناها في ذاتها اقترنت بزمان، ان كان في الماضي بقت ماضي، اذا كان في المستقبل أو في الحاضر بقت مضارع، وإذا كان طلب للاستقبال تبقى أمر. خدت بالك إزاي؟ ده الفعل. وإذا كان كلمة دلت على معنى في غيرها مش في ذاتها بقت حرف. فهمت إزاي؟ يبقى الاسم كلمة دلت على معنى في ذاتها غير مقترنة بزمان، والاسم كلمة دلت على معنى في ذاتها ولكن اقترنت بزمان، والفعل كلمة دلت على معنى في ذاتها اقترنت بزمان، والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. في غيرها بقى ملناش دعوة. طيب الاسم عايز اعرفه علامته ايه؟ علامات الاسم اللي هو قالها ابن مالك بالجر والتنوين والندى وال. يعني أي حاجة تتجر بكسور تبقى لازم اسم. أي حاجة تنون يبقى لازم تبقى اسم. أي حاجة ينادى عليها تبقى لازم اسم، معرفش أنادي يا آكل. تنفع تقول يا آكل؟ ما ينفعش. يبقى يا اكل دي ما تنفعش، يبقى ما ينفعش النادي عليها تبقى دي فعل. خدت بالك ازاي؟ يبقى بالجر والتنوين والندى وال، ودخول ال عليها اللي هي ال التعريف، تبقى ده دليل الاسميه. هو مسند للاسم يعني الاسناد، او الكتاب فلان، اسندت الكتاب لفلان. كرسي الشيخ، واخد بالك ازاي؟ امام المسجد،
كل دي اسناد، فكل دي علامات الاسميه. فقال هنا اللي هي علامه التعريف في الاسم ليها ثلاث معاني في لغه العرب: استغراق، وان تكون للجنس او للعهد. الال دي، اما اقول الانسان يعني اما تحتمل الجنسيه يعني مطلق جنس الانسان، فتبقى ال هنا للجنس اي الجنس الانساني، او تحتمل الانسان استغراق كل انسان، نقول الانسان حيوان ناطق اي استغرقت كل الجنس، وتحتمل ايضا ان هي تبقى للمعهود الذهني، ان الانسان اللي هو ايه اللي في ذهنك اللي هو له راس وقدمين وبيمشي على رجلين اتنين وبيضحك، يبقى له عهد ذهني. فاحيانا كلمه الال دي تدخل في اللغه تقتضي الاستغراق، زي ما اقول القلم يبقى تقتضي اي الم. لما ادي لك الم وبعد شويه اقول لك اديني القلم، يبقى هو اللي اديته لك من شويه، يبقى للمعهود، بقت صارت الال واللام هنا للمعهود الذهني. زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الماء من الماء، انما الماء من الماء. الماء هنا الف ولام دخلت على الماء الاولاني اللي هو المني المعهود الذهني في الذهن، انما الماء قصدي الاولاني اللي هو الماء العادي المطلق، الماء المطلق اللي هو بنغتسل بيه ونتوضى بيه. من الماء، واخد بالك، يعني بسبب الماء اللي هو المني، فصارت الماء الثانيه اللي هو الماء المعهود الذهني اللي هو من ماء دافق غير ماء المطر وماء الايه السحاب، خدت بالك؟ فيبقى الاولانيه للاطلاق، الماء الالف واللام الاولانيه داخله في الاطلاق مطلق ماء يسموه الماء المطلق، او الاستغراق تستغرق كل انواع المياه المطلقه، ماء البئر وماء النهر وماء البحر وماء المطر. والثانيه الالف واللام الثانيه للمعهود الذهني اللي هو المني، خدت بالك ازاي؟ الجماعه الخمرجيه لما يقعدوا يقولوا هات الميه يقصد بيها ايه؟ الخمر، معهود ذهني بينهم، ما هم عيال فاسدين مع بعضه، يقول له هات الميه يعني هات ازازه الخمر، خدت بالك ازاي؟ لما يجي دكتور يقول لطبيب التخدير وهم بيشتغلوا في الجراحه يقول له ادي للعيان ميه في الوريد، يعني ادي له 5% جلوكوز 5%، دي ميه احنا بنعتبرها ميه، فما تقول له ميه للطبيب يفهم 5%، تقول للخمرجي يفهم الخمر، تقول للراجل اللي شغال في مصلحه الميه يفهم الميه اللي في الحنفيه، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. فكل واحد على حسب الحاجه اللي هو فيها، فبيبقى في حاجه اسمها المعهود الذهني، خدت بالك؟ هنا بقى الف الاحكام هنا للاستغراق اي تستغرب كل انواع الاحكام، اي تستغرب كل انواع الاحكام. فلما كانت ال هنا للاستغراق كان مطلوب ان يجي بكلمه ثانيه تقيدها، مش اي احكام بقى، قال لك الشرعيه بعدها عشان يخرجها من استغراق كل الاحكام، قد تكون الاحكام العقليه اللي هي الواجب والممكن والمستحيل، فهمت ازاي؟ وقد تكون الاحكام الشرعيه، وقد تكون الاحكام النحويه، وقد تكون الاحكام الصرفيه، وقد تحكم الاحكام في الشعر، مش كده برضه؟ لانها استغرقت، هو بقى عايز يخرجها من الاستغراق ده لانها غرقت، غرقت في بحر كبير، عايز ينقذها يطلعها للمعنى اللي هو عايزه، يروح حاطط لها كلمة تنقذها من المعنى الغرقة الكبيرة دي، يقوم ايه يقول الشرعية، يعني قيدها بكلمة الشرعية عشان تبقى مش أي أحكام بقى، يبقى احنا الفقه بنتكلم في الأحكام ومش أي أحكام، الشرعية، خدت بالك ازاي؟ ده تقييد تاني. قيد ثاني خرج به العلم بالأحكام الحسابية والعادية فلا يسمى فقها، والشرعية نسبة للشرع بمعنى الشارع وهو الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لسان الشرع الظاهر، النبي هو لسان الشرع الظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخاطب عباده، فالله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، فلا بد أن تتعين أثر صفاته بحس محسوس في صورة نبي مرسل عشان الناس تشوفه، وبعدين بعد كده أجرى على لسانه مراده عشان الناس تعرف تتكلم وتفهم. ده
لكن وإلا بقى هيكلم كل الناس سبحانه وتعالى؟ هو كلام الله ليس بلفظ ولا صوت ولا حرف، الكلام النفسي اللي هو اللي بنقول القرآن قديم من صفات الله، لأنه كلام نفسي لا بصوت ولا حرف، لأن الصوت أداة، ولو كان الكلام بصوت يبقى افتقر إلى الأداة، والله لا يفتقر لشيء، فالله متكلم بغير افتقار لشيء، خدت بالك ازاي؟ والحرف يفتقر للزمان اللي هي المدة الزمنية اللي بتنطق فيها الحرف، والله كان قبل الزمان، فيبقى يستحيل ان يكون كلامه مرتبط بزمان، ما ينفعش يبقى بحرف، لان الحروف مرتبطة بزمان لدرجة ان كل حرف ليه زمن نص، لما تيجي تتعلم التلاوة يقول لك ده تمده حركتين ده ثلاث حركات، يعني زمن، خدت بالك ازاي؟ والله خارج عن الزمان. فعلشان كده لما كان الله سبحانه وتعالى متكلما في الأزل بكلام نفسي لا بحرف ولا بصوت، وأراد أن تتجلى صفاته لتظهر للناس اللي هي تعلقات الصفة بالموصوف، لأن الله رازق فلا بد يبقى فيه مرزوق، الله خالق لا بد يبقى فيه مخلوق لتعلق الصفة بموصوفها، فلما أراد هذا التجلي بالوضوح للناس، وكان يصعب على كل الناس أن يفهموا خطاب الله المعتاد، فأوجب الله على نفسه ولا يوجب عليه أحد أن يرسل إليهم رسل من جنسهم عشان يترجموا خطاب الله إلى لفظ وصوت مخلوق، يقوم يبتدي الناس تفهم تنفذ مراد الله، خدت بالك؟ وعشان كده النبي لما يطلق الشارع يقصد به الله ويقصد به النبي بالنيابة عن الشارع، لأنه هو المبلغ عن الله، خدت بالك ازاي؟ يبقى السنة تدخل في خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، يعني تثبت بها الأحكام، مش خطاب الله والقرآن بس، لا القرآن والسنة أيضا، لأن برضه السنة جاءت بخطاب الله تعالى على لسان نبيه وتعلقت بأفعال المكلفين، وقال الله في كتابه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فجعله مبينا للناس ما نزل إليه. الشرعية قيد ثاني خرج به العلم بالأحكام الحسابية والعادية، فلا يسمى فقها، والشرعية نسبة للشرع بمعنى الشارع وهو الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، فالدفع ما يقال أن فيه نسبة الشيء إلى نفسه، لأن هذه الأحكام يقال لها شرع، هو بيقول لك أنت كأنك بتنسب الشيء لنفسه، الأحكام دي أصلا خطاب الله ودي شرع، قال لك لا ده مش نسبة الشيء لنفسه، لأن قد تكون الأحكام غير شرعية، فده مش نسبة الشيء لنفسه. العملية مش أي بقى أحكام شرعية، ما هو الميت يسأل في قبره، مش ده برضو حكم شرعي؟ لأنه جاء بخطاب الله تعالى حيث أن النبي أثبت أن الميت يحاسب في قبره وينعم أو يعذب، مش ده خطاب الله تعالى برضو؟ لكن مش متعلق بأفعال المكلفين، لأن الميت مش مكلف، يبقى الحتة دي المعلومة دي ما تخشش في الفقه، خدت بالك ازاي؟ فهو عايز يخرج منها الحاجات اللي مش هينبني عليها عمل. العملية قيد ثالث خرج به العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية كثبوت الوجوب للقدرة في قولنا القدرة واجبة لله تعالى، وهكذا بقية الصفات، فيسمى ذلك علم الكلام وعلم التوحيد، والمراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل ولو قلبيا كالنية، النية عمل بس قلب جاء بها الشرع الشريف، فهي حكم عملي لأنها وإن كانت متعلقة بالقلب. فالصلاة في قولنا الصلاة واجبة عمل وكيفيته الوجوب، والحكم هو ثبوت الوجوب للصلاة، والنية في قولنا النية في الوضوء واجبة عمل قلبي وكيفيتها الوجوب، والحكم هو ثبوت الوجوب للنية، يبقى الحكم هو نسبة الشيء للشيء. أقول الصلاة واجبة أي حكمت على الصلاة بالوجوب، أي نسبت الوجوب إلى الصلاة، يبقى ده حكم، فالحكم هو نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه. أقول مثلا إيه، الغنم السائمة لا زكاة فيها، الغنم غير السائمة، الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، لأن الزكاة في الغنم السائمة، فلما أقول السائمة يعني اللي بترعى من غير تكليف، بتاكل كده مش بيصرف عليها يعلفها، فالزكاة في الغنم السائمة اللي هي بتاكل بلا كلفة يبقى عليها زكاة،
طب افرض واحد بيربيها، يبقى بمفهوم المخالفة يبقى الغنم المعلوفة لا زكاة فيه، يعني نفيته ثبوت الزكاة في الغنم المعلوف، يبقى ده حكم برضه. يبقى الحكم هو نسبة ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، ده اسمه الحكم. أما المكتسب، ما احنا قايلين العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب بالرفع على أنه صفة للعلم، ما تقولش العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، لا، المكتسب يعني هذا العلم هو اللي مكتسب، فالمكتسب دي صفة للعلم، خدت بالك؟ بالرفع كده، المكتسب بالرفع على أنه صفة للعلم وقيد رابع خرج به علم الله تعالى، لأنه غير مكتسب، علم الله سبحانه وتعالى كشفي مش مكتسب، خلافا للمعتزلة بأفعال المكلفين، لأن المعتزلة قالوا إن الإنسان يخلق أفعاله، وماتوا الحمد لله وخلصنا منه، تسموهم القدرية، الحمد لله ماتوا وخلصنا منه، واخد بالك؟ لكن هو بيرد على المعتزلة في وسط الكلام يعني، فبيقول إن العلم هنا المكتسب هنا بالرفع لأنه صفة للعلم وقيد رابع خرج به علم الله تعالى، فإنه ليس مكتسبا، ولذلك قال صاحب الجوهرة اللي جوهرة التوحيد اللي في علم التوحيد بتاع سيدي علي اللقاني اللي كانت مكررة على الأزهر زمان في علم التوحيد شعرا كده، بيقول إيه؟ وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الريب. وعلمه يعني سبحانه وتعالى ولا يقال مكتسب، ردا على ايه؟ على المعتزل، فاتبع سبيل الحق لأهل السنة واطرح الريب، يعني شكل ايه؟ الفلاسفة، لان المعتزلة وقعوا في النقطة دي بسبب تأثرهم من الفلاسفة، وبعضهم اخرج به علم سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بانه على انه ليس مكتسبا بل الهام، والحق انه مكتسب مش ذاتي، لان سيدنا جبريل بيجيب العلم من اللوح المحفوظ، وسيدنا محمد بيجيب العلم من سيدنا جبريل، لكن مش ذاتي فيه، فيبقى برضه مكتسب، لان علم النبي صلى الله عليه وسلم يكتسبه من جبريل، وعلم جبريل يكتسبه من اللوح المحفوظ، وحينئذ فعلم كل منهما خارج بقوله من ادلتها، وهذا بالنسبه لما لم يكن باجتهاده صلى الله عليه وسلم. طب افرض النبي اجتهد في حكم ما كانش عنده وحي من الله فيه، يبقى بالنسبة للنبي فقه، لأنه جاب من أدلة وطلع الحكم، يبقى بالنسبة للنبي فقه، لكن لو النبي قال الحكم بعد الوحي يبقى ما اسموش فقه، لأنه اسمه بلاغ تبليغ، خدت بال حضرتك؟ وهذا بالنسبة لما لم يكن باجتهاده صلى الله عليه وسلم بناء على أنه كان يجتهد وهو الراجح، فيقال لعلمه بالأحكام التي استنبطها باجتهاده من الأدلة فقه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أدلة الفقه بالنسبة لنا. من أدلتها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هنقف على التفصيلية ونروح. من أدلتها أي من أدلة الأحكام، أي من الأدلة المحصلة لها، وهذا قيد خامس خرج به علم سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه مكتسب بالوحي مش من الأدلة، خدت بالك؟ علم النبي في الإخبار بالقرآن والسنة ده مش مكتسب بإيه؟ بإمعان النظر، ده مكتسب بإيه؟ بالوحي، كما مر في غير ما اجتهد فيه صلى الله عليه وسلم. كما التفصيلية أي المفصلة المعينة، وهذا قيد سادس خرج به علم الخلافي، وهو من ينصب نفسه للذب عن مذهب إمامه، كان يقول المزني النية في الوضوء واجبة لما قام عند إمامي، والوتر مندوب لما قام عند إمامي، وهكذا، فإن هذه الأدلة التي قالها ليست مفصلة معينة، والتحقيق أن الخلاف لا يستفيد من هذه الأدلة علما حتى تفصل وتعين، فلا يظهر خروج علم الخلاف بذلك، وكيفية أخذ الأحكام من الأدلة التفصيلية أن تقول أقيم الصلاة أمر، والأمر للوجوب ينتج أقيم الصلاة للوجوب، ولا تقربوا الزنا نهي، والنهي للتحريم ينتج لا تقربوا الزنا للتحريم، وهكذا، أو أخطر من هذا التعريف وأوضح. يعني بيقول إيه؟ إن إحنا عايزين، بعض الناس قالوا إن العلم بالأحكام الشرعية
العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. كلمة التفصيلية دي خرج بها علم الخلافي اللي هو بيتكلم في خلاف المذاهب، لأن أنت لما تيجي تتسأل ما حكم الله في هذه المسألة تقول حكمها عند الشافعي كذا، طب إيه حكم الله في المسألة تقول عند الشافعي كذا، عند ما جبتش دليل الشافعي، فأنت ما عندكش دليل تفصيلي، ده أنت عندك دليل إجمالي وهو إن الإمام الشافعي قال كده، لكن ما تعرفش دليل الشافعي التفصيلي اللي خلاه اختيار ده. فالخلافي اللي هو المقلد ده اصلا ما يسماش الحاجات اللي عنده دي علم لانه مقلد، لكن اللي عنده العلم ده المجتهد. فهمت ازاي؟ فقال لك ما يدخلش علم الخلاف لان ده عنده دليل اجمالي. تيجي تقول له النيه في الوضوء ايه حكمها؟ يقول لك واجبه عند امامي. طيب والوتر حكمه ايه؟ يقول لك مندوب عند امامي. طب ايه يا عم الدليل التفصيلي؟ ما يقدرش يجيب لك لحديث ولا قران ولا حاجه، ما يعرفش، لانه مش شغلته، ما يعرفش يستنبط. هو حافظ الحديث صحيح لكن ما يعرفش يستنبط منه، لانه قد يحفظ هذا الحديث ويبقى في حديث ثاني يقابله يسلب من الحديث ده المعنى اللي قد يصل اليه. فهمت ازاي؟ لكن المجتهد بيكون احب بكل الادله، بحيث لما يجي يطلع الحكم ما يكونش فيه دليل ثاني يناقض حكمه. عشان كده ولو انهم ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلازم انت ترد المساله للذين يستنبطونه الاول حتى تصل لمرحله الاستنباط والقدره على الاستنباط، ساعتها يحرم عليك التقليد. عشان كده اللي يصل لدرجه الاجتهاد حرام عليه يقلد. فهمت ازاي؟ لانه خلاص ده يقدر ياخد من الدليل فيقلد ليه؟ التقليد ده للضروره، لضرورة ان الانسان قد يضيق عمره قبل ان يستوعب كل الادلة، وفي عمره مطلوب ان يبقى مكلف يعمل اعمال. طب هعملها ازاي؟ طيب وانا علشان استوعبها هيضيق عمري، استوعب ادلتها، او ما نعمل ايه؟ انقذ نفسي بقى، فترة عمري قصيرة، وما اقلد الذين يستنبطونه لحد ما ربنا يكرمني قدرت والله في فترة عمري ان انا بقيت زيهم، هبطل التقليد وابتدي اجتهد بقى، ما بقتش زيهم يبقى نجيت ولحقت، لحقت حاجة. لأن لو هتقول أنا مش هصلي لحد ما أتعلم أدلة الصلاة، هتلاقي نفسك تقعد تقرأ في أحكام الصلاة شهرين وتغرق في الأدلة. طب وأنت الشهرين دول ما أنت مكلف، كل أذان بيدن عليك أنت عايز تصلي. فهمت إزاي؟ فلازم بقى تصلي، الحق صلي الأول، وأنت بتصلي على مذهب اللي بتقلده اتعلم رأيه في إيه، وبعدين اتعلم الأدلة بطول عمرك، وبعدين بعد كده إذا اتسع الوقت وبقيت من الذين يستنبطونه تقلع رفقة التقليد وتبقى مقلد، تبقى مجتهد على طول، بحيث انك انت لو وصلت لدرجة الاجتهاد وفضلت في التقليد يحرم عليك، لان يحرم على المجتهد ان يقلد غيره، لان ربنا هيعاقبك ويحاسبك على ظن نفسك مش على ظن غيرك. فاذا وصلت لدرجة القدرة على ان ترجح ثم صرت الى ترجيح غيرك كانك عبدت الله على ما رايته غير راجح. فهمت ازاي؟ يقوم ربنا ايه يعاقبك، يسالك يقول لك ازاي تعبدني على وهم توهمته، كنت عبدتني على شيء راجح ترجح عندك. فهمت ازاي؟ فالمجتهد يترجح عنده، لكن اللي ما عندوش قدره على الاجتهاد ما يعرفش يرجح. فهمت ازاي؟ ولا يوزن، يقوم يمشي ورا واحد يعرف يرجح. زي انت تعرف في الطب تعرفش في الطب، يوم ما بتعيا بتروح فين؟ تروح للدكتور، يا دكتور انا الحته دي بتوجعني مش عارف ايه وبيحصل كذا، يحط ايده عليك يروح كاتب لك الدواء. ما بتقولوش ايه دليلك ان الدواء ده هيناسبني ولا هيضرني، بتساله وتقول له ايه دليلك، لانك انت مش من اهل المهنه ما تفرغش. لكن لو انت طبيب في تخصصك وجاء واشتكيت بشكوى متعلقه بتخصصك ورحت لواحد صديقك في نفس تخصصك كشف عليك، يوم يقول لك لا ده انت عندك زايده، تروح المستشفى الوقت هنعمل ايه؟ يوم يبتدي يناقشك بقى، لانه احنا انتوا الاثنين اهل مهنه واحده، اهل كار واحد. يقول لك بس لو كانت زايده كان يبقى كذا وكذا، ويبقى الوجع بالطريقه الفلانيه، لكن دي بقى له اكثر من 10 ايام، ولو زايده كان يبقى يومين بالكثير. يعني تقعد تاخد وتدي معاه، خدت بالك؟ لانك بقيت مهنه واحده بقى في ادله واحده. انما طول ما انت مش من اهل الدليل ما تسالش على الدليل. فهمت ازاي؟ هذه المسألة. فزي ما بتقف قدام الطبيب ما بتقولوش ايه دليلك على ان الدواء ده مناسب، ما تروحش للامام الشافعي تقول له ايه دليلك يا امام
انك انت قلت ان النية في الوضوء واجبة. لا، انت تروح تقول له يا امام النية حكمية في الوضوء، يقول لك واجبة يا ابني، تقول له حاضر، نويت الوضوء وتتوضى، تمشي مؤدب. زي ما بتروح للدكتور يا ابني هتاخد الدواء ده بعد الاكل، ما تروحش تاخده قبل الاكل. خدت بالك؟ لحد ما تبقى راجل من اهل الدليل تبقى تاخده بعد الاكل، قبل الاكل ما تاخدوش خالص، انت حر تاخد غيره، لان بقيت مجتهد بقى، ممكن تاخد دواء تاني خالص. خدت بالك ازاي؟ ما يضرش ويبقى مش غلط عليك، ولا حد يتضايق منك، ولا حتى الدكتور نفسه يزعل منك. ليه؟ لان شايفك انك انت من اهل المهنه، تاخد طريق تاني. كذلك الفقهاء مع بعضهم المجتهدين كانوا يختلفوا مع بعضهم وما يزعلوش من بعضهم، لان ده عارف ان ده فاهم وده عارف ان ده فاهم، يحبوا بعض ويمشوا جنب بعض يحبوا. انما المقلدين الجهله هم اللي ايه اللي عملوا المشكله دي. كل واحد بقى عايز يبقى متحمس لامامه، يلاقي واحد مالكي مثلا وده شافعي، يقوموا يتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض لانهم جهل. لكن الامام الشافعي ما ضربش الامام مالك، ولا الامام مالك ضرب، بل بالعكس، ده الامام الشافعي تعلم على يد الامام مالك، والامام مالك سمح له بالفتية في عصر وهو عنده 17 سنه، بقى يقعده وقال له يفتي. شفت قد ايه؟ فكانوا يحترموا بعضهم. واوضح منه من هذا التعريف، الامام البيجوري عايز يجيب لك تعريف تاني اوضح غير العلم للفقه يعني، فبيقول ان يقال الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد، بدل من ادلتها التفصيليه ومش عارف ايه وبتاع، قال لك يعني طريقها الاجتهاد، لان الاجتهاد هو اللي بيرجح من الادله التفصيليه مراد الله في المساله وخلاص. على مذهب الامام، نقف على ايه؟ على كلمه مذهب الامام. انا نفسي طويل قوي على فكره، ان شاء الله هنخلص مذهب الشافعيه ان شاء الله بعد عده سنوات، ما يضرش. بس هي الفكره هي، عارف انت مش شرط تحضر معايا ولا انا اكمل الكتاب، انا هدفي انك تتعلم اما تقرا في الكتاب بعد شويه تعرف ازاي تفهم الاسلوب والفهم، بعد كده انت تنطلق تلاقينا. احنا كان مشايخنا مش شرط يختموا لنا الكتاب، كان يقعد يقرا لنا ثلث الكتاب، ربع الكتاب، نص الكتاب، وبعدين يقول لنا خلاص اقفل بقى وهات كتاب تاني، على اساسه هو عارف بقى يجيزك في بقيه الكتاب. ليه؟ لان عرف انه حط رجليك على الفهم الصحيح، وبعدين يقول لك اقرا الباقي، ولو ما يقابلك حاجه بقى ايه راجعها معايا وهات الكتاب الفلاني بقى. فدي كانت احسن طريقه انك انت ترجع للكتاب ويبقى عندك اصل ترجع. فنسال الله سبحانه وتعالى انه يصبركم عليا ويصبرنا عليكم، وان ربنا يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وينورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. تفضل. ايوه. ايوه، ما ده كلام، ده كلام، ده كلام، ده القران ده بالالفاظ دي هو كلام الله سبحانه وتعالى بعدما تحول الى لفظ. فاهم؟ بعدما تحول الى لفظ بالوحي. ولما بقول لك كلام الله غير حرف، ويعني قبل الوحي. يعني كلام الله سبحانه، القران ده مش كان في علم الله قديم؟ كويس؟ طب قبل ان يوحى اليه اين هو؟ قبل ان ينزل في اللوح المحفوظ اين هو؟ كان لا بصوت ولا بحرف. فهمت المعنى؟ فاحنا وعشان كده اللي يقول القران قديم يقصد الكلام النفسي القديم، وبعض العلماء قال لك القران مخلوق يقصد اللفظ التلفظ به. فهمت ازاي؟ فالقران نفسه له وجه قديم وهي نسبته الى الله، ووجه حادث وهو نسبته الى تلاوه التالي. اللي بياكلوا القران ده الالفاظ طالعه منه مخلوقه. فهمت ازاي؟ فهذه الالفاظ دليل على الصفه القديمه وليست هي الصفه القديمه. فهمت المساله؟ خدت بالك ازاي؟ بس فعلماء القراءات بيعلمونا كيفيه اللفظ، وعشان كده يقول لك ايه؟ ايات محكمات محدثات قديمه قدم الموصوف بالقدم. في البوصيري قال لك محدثات يعني جديده. الله، ففي ناس اعترضوا على البرده، قال لك ده بيقول ان القران مخلوق. في ناس اعترضوا على الابيات دي في البرد، في ابيات تانية اعترضوا عليها تانية برضه، ونرد عليهم يعني، ما تقلقش يعني احنا نعرف نرد عليهم، لكن انا بجيب لك دي. فبيقول ايات محدثات محكمات قديمة قدم الموصوف بالقدم، فقال لك ده نقد نفسه. المحدثات والقديمة، وهي احنا بنقول انها قديمة في علم الكلام، ان القرآن قديم، ازاي يقول محدثات؟
أي محدثات العلم بها والنطق بها، قديمة بصفاتها صفة لله، أدي المعنى. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن إيه؟ محدث. أدي جايبها من هنا، أي محدث النزول، محدث العلم به، محدث النطق به، وإن كان قديم. خدت بال حضرتك؟ فله وجه. المعتزلة خالفوا أهل السنة وقالوا القرآن مخلوق، لأنه قالوا القرآن مخلوق في الكلام النفسي عند الله، فأهل السنة اتخانقوا معهم خناق الرب السماء، عشان كانوا بيوصفوا الكلام النفسي. فهمت ازاي؟ مش بيوصفوا اللي بتتلوه انت. خدت بالك؟ عارف لو بيوصفوا اللي بتتلوه انت ما كانوش اتخانقوا، كانوا فضلوا حبايب. خدت بال حضرتك؟ اللي هي قضية خلق القرآن بتاع الإمام أحمد بن حنبل المعروف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تقبل الله منا ومنك.